كانت تقلبات الموازين. اما دابا شويه الحمد لله، يعني ما كاينش هذاك الاقبال اللي كان قبل، يعني ما كاينش الاكتضاد، ما كاينش بنادم، يعني اش نقول لك، شويه الحمد لله. هذاك الشيء اللي ولا دابا العصر تبدل الحمد لله، تبدل يعني اش نقول لك، بنادم ولا كيبغي الواجد، شي حاجه واجده، شي حاجه تشوف الموديل يعجب الموديل صافي كتكوموندي عليه. هادشي اللي ولا دابا سهلات الخدمه ديال المعلم، يعني ما بقاش السيده كتجي تاخذ القياس هذيك عجبها الموديل، يعني كتصافي كتكوموندي عليه كيوصل لها حتى للدار. ما بقيناش كنخدموا كيف قبل، تهرس بزاف اليد العامله تهرسات. وبصراحه كتفكر هو الوقت ما كتلقاش الوقت، يعني ملي كتدخل المحل ديالك يعني صافي كتفرغ المحل ديالك، ما كتبقاش تلقى الوقت بانك تدير صفحه في الانترنت او في اليوتيوب او فهمتي، يعني كيبغي الوقت، داكشي كيبغي الوقت. هذاك الاغلبيه كيخدموا بهم الناس اللي في الديور، حنا الحريفي عندك محل يعني خاصك تفرغ في المحل، والمحل ديالك كيجي الكليان يعني كتخدم داكشي بيدك، ماشي بحال داكشي ديال الانترنت تقدر كتشري سلعه وكتبيعها، يعني ماشي حريفيه، ماشي يدها، ماشي فهمتي، ما كتخلقش داكشي. بنادم ما كيشري وكيبيع بحال تجاره، اغلبيه هما دايرين على التجاره، يعني كيربحوا منها مكسب وصافي، ماشي حريفيه بحالنا حنايا كتخدم بيدك صنايعي، كتخدم كلشي بيدك. الكراب كاين انواع، يعني ماشي كاين الكراب الدوريجين، كاين العادي على حسب كل واحد الثمن ديالو، راه كاين من 30 درهم للمترو حتى 70 درهم للمترو، يعني كاين الاختلاف في الثمن. انا بالنسبه لي في المحل ديالي يعني ملي كنقوم البياسة من 400 درهم حتى لديك 600 درهم 800 درهم على حسب الكاليتي ديال البياسة، ولا كانت خدمه اليد عاوتاني كتكون زايده. حنا كنخدموا خدمه التصنيعي بخدمه اليد، خدمه الماكينه، اما خدمه اليد كتكون شويه طالعه الثمن وضروري نقص. الاقتصاد اصلا في المغرب الحمد لله راكم عارفين الاقتصاد كامل نزل. عواشركم مبروكه، نتمنوا لكم الصحه والسلامه ورزق وطالة العمر ان شاء الله، ونصوموا ونعاودوا باذن الله تعالى. عواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد.